عرف طريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنا وبسكرة صعوبة في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج، أين تدخلت مصالح الأشغال العمومية والدرك الوطني والحماية المدنية لتسهيل حركة سير المركبات وتقديم يد المساعدة للعالقين. احنا متواجدين هنا من اجل تقديم يد المساعده للمستعملين الطريق الذين وجدوا صعوبه في وخاصه العائلات. ننصح مستعملين الطريق باحترام قانون المرور، تخفيض من السرعه اثناء الاحوال الجويه الرديئه. هذا خير رزقنا ربي، رزقنا به ربي. ها صب الثلج مليح الطريق هاي نورمال، ها الدرك عم يعاونوا فينا هنا وربي سهل. اليوم خير كبير ان شاء الله، الدرك البطانية وحاضر، البوتسونسي حاضرة، الحمد لله حلونا الطريق، الحمد لله خير مليح اخويا، ربي رزق ان شاء الله. وفضلا عن الانعكاسات الايجابية لهذه الثلوج على الجانب الفلاحي، فقد كانت ايضا فرصة لخروج عديد العائلات للتمتع بجمال المناظر الخلابة. جيت من قرية وعساس، الطريق صعيبة شوية، موالفين يعني الثلج يكون اكثر من هاك، موالفين نجي بالسيارات نمشي نورمال، نمشي مع الاولاد نحوس بهم، رانا رايحين دوك يقل مامن واحد البلاصه مشويات يقل مامن. جيت مع بابا وخاوتي باش نلعب في الثلج في ولايه بيتنا، عجبني بزاف. ومع التساقط الكثيف للثلوج تبقى الحيطه والحذر في مثل هكذا ظروف ضروريه لتجنب الوقوع في حوادث لا يحمد عقباها.